يا مساء الفل على كل جماهير نادي الزمالك في كل مكان. حلقة جديدة من برنامج أخبارنا اللي بنتابع فيه أهم أخبار نادينا نادي الزمالك والأخبار المحلية والعالمية، لكن زي كل يوم نبدأ بأهم العناوين. كلاسيكو القمة، كأس مصر أول الألقاب، مشوار درامي، وأخيرا أحمد عباس في ضيافة أخبارنا. أما عن موضوع حلقتنا واللي حابين نعرف رأي حضراتكم عنه ومنتظرين إجاباتكم، هو شارك برأيك ووجه رسالة للجهاز الفني نادي الزمالك واللاعبين قبل قمة نهائي الكاس. منتظرين آرائكم وتعليقاتكم على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام. يمكن الشغل الشاغل بالنسبة لنا وخلاص انتهت الاستعدادات ودخلنا مرحلة المذاكرة الأخيرة. ساعات إن شاء الله وهيخوض فريقنا الكبير وفريقنا العظيم فريق نادي الزمالك مباراة بننتظرها يعني كلنا كجمهور لنادي الزمالك، لقاء الزمالك والأهلي في نهائي كاس مصر. مباراة زي ما احنا عارفين بتساوي بطولة في حد ذاتها، مباراة بيعتبرها نادي الزمالك إن شاء الله وبإذن الله تكون بداية لرحلة حصد الألقاب الكبرى في عام 2024. جمهور نادي الزمالك عنده حلم كبير جدا جدا بكرة. جمهور نادي الزمالك إن شاء الله بإذن الله هيكون الداعم والسند الأول بكرة لنادي الزمالك في استاد الأول بارك في المملكة العربية السعودية. حلم الفوز ببطولة ماتشات الأهلي والزمالك، وزي ما احنا عارفين دي بطولة خاصة وبطولة في حد ذاتها، وكمان الفوز باللقب المحلي على النادي الأهلي. وليه لأ، لعيبة نادي الزمالك ورجالة نادي الزمالك إن شاء الله بكرة بإذن الله يبقوا على قدر المسؤولية. الزمالك دلوقتي زي ما احنا عارفين يعني اختلف بشكل كبير جدا جدا عن بداية الموسم، مع بداية تولي مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب الفريق يا جماعة دعم بصفقات قوية جدا جدا في الميركاتو الشتوي اللي فات، وطبعا زي ما احنا عارفين بيتصدرها النجم الكبير، واحد من افضل اللعيبه اللي جم في تاريخ الكره المصريه النجم الكبير عبد الله السعيد. ده غير بقى المجموعه الكبيره اللي جت معاه زي ناصر ماهر، زي احمد حمدي، زي محمد شحاته وزياد كمال وترابيس متيابه ومحمد عاطف ومهاب ياسر وايضا ياسر حمد، غير عوده سيف فاروق جعفر. يعني كلها لعيبه كبار، واي لعيب هياخد الفرصه لازم اكيد هيثبت نفسه لجمهور نادي الزمالك وللجهاز الفني نادي الزمالك. في نفس الوقت انت الاداره جددت عقود نجمين كبار جدا جدا موجودين في قائمه نادي الزمالك، وزي ما احنا عارفين شيكابالا كابتن واسطوره نادي الزمالك ومعاه احمد فتوح الظهير الايسر، واحد من اهم يعني الظهراء في القاره الافريقيه، غير المدير الفني الكبير اللي تولى المهمه في الوقت اللي فات مستر جوزيه جوميز اللي بدأ بشكل قوي جدا مع نادي الزمالك. الكل شاف بصماته بتظهر بشكل تدريجي، وان شاء الله يكون في قمة أدائه التكتيكي وكل حاجة ان شاء الله تبقى في أحسن شكل وأحسن صورة بكرة في المباراة المرتقبة. وكمان نادي الزمالك نفسه معاه فريق قوي واللي على يعني رأسهم أحمد سيد زيزو أفضل لاعب في مصر آخر 3 سنين، ومعاه دونجا وعمر جابر محمد عواد، عندك محمد صبحي، عندك حمزة المسلوسي، عندك يوسف أوباما، سيف الدين الجزيري ومصطفى شلبي، اللعيبة اللي بدأوا الموسم مع نادي الزمالك وغيرهم من النجوم. باختصار انت داخل ماتش بكرة بتشكيلة قوية جدا جدا ما بين العناصر الخبرة وعناصر الشباب، معاك في نفس الوقت أفضلية التاريخ. الزمالك عايز أقول لكم ان في آخر 10 سنين فاز بكاس مصر 7 مرات. الزمالك تفوق على النادي الأهلي في آخر مواجهات النهائي في كاس مصر زي ما احنا عارفين في موسم 2021 في نهائي الكاس الشهير اللي انتهى لصالح نادي الزمالك 2-1. وعايز أقول لكم ان كان وقتها تحت إدارة المدرسة البرتغالية مستر جيسوالدو فيريرا،
وكمان انت دلوقتي المدرسة البرتغالية او مستر جوزيه جوميز ان شاء الله بإذن الله بكرة يبقى الورقة الرابحة. مجلس إدارة نادي الزمالك زي ما احنا عارفين عمل اللي عليه، مجلس إدارة نادي الزمالك وفر كل حاجة للفريق الأول لكرة القدم مع وجود أعظم جمهور في الكون، مع وجود اللاعب رقم واحد السيف والدرع دائما في كل الأوقات لنادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك العظيم، جمهور نادي الزمالك العظيم اللي بيقف جنب نادي الزمالك في الوحش قبل الحلو، جمهور نادي الزمالك اللي بيقف جنب كل الفرق سواء الألعاب الجماعية سواء الألعاب الفردية في الوقت اللي فيه الشدة أكتر من الوقت اللي بيبقى فيه الفرح. فجمهور نادي الزمالك بإذن الله كلنا ثقة إن الجمهور بكرة اللي هيبقى متواجد في المدرجات هيشجع لعبتنا من أول دقيقة لحد آخر دقيقة، من أول ثانية لحد آخر ثانية. باختصار إن شاء الله إحنا محتاجين بس كل لعيب يعمل اللي عليه، كل لعيب يأدي دوره من النجوم اللي موجودة في تشكيلة نادي الزمالك، وبإذن الله بإذن الله التوفيق يكون من عند ربنا، والتوفيق إن شاء الله بإذن الله يكون معانا بكرة ويكون حليف كل لعيب في نادي الزمالك في أرض الملعب، وإن شاء الله بإذن الله النتيجة تيجي زي ما احنا بنحلم وزي ما احنا عايزين، وهي أكيد الفوز وحصد لقب بطولة كاس مصر، البطولة المحببة لنادي الزمالك، البطولة المحببة لكل جماهير نادي الزمالك. خلاص الزمالك أنهى استعداداته، الفريق اتدرب على خطط المباراة على تكتيك المباراة وسيناريوهات كمان المباراة، مستر أكيد جوزيه جوميز يعني عمل كل حاجة وحضر اللعيبة نفسيا ومعنويا وفنيا لهذا اللقاء، وكمان كان امبارح في جزء من تدريب نادي الزمالك كان في التدريب على ركلات الترجيح للعيبة والحراس المرمى سواء محمد عواد سواء محمد صبحي، وكمان يعني تألق بقى كل اللعيبة بصراحة خلال المعسكر أو خلال الثلاث أربع أيام اللي فاتوا في المملكة العربية السعودية. عايز أقول لكم إنك يعني الروح يعني المعنوية بصراحة مرتفعة جدا جدا. مستر جوزيه جوميز كان ليه جلسة مع اللعيبة أكد فيها على ثقته الكاملة في قدرات كل لاعب في قائمة نادي الزمالك، هو عنده ثقة كبيرة جدا جدا في كل لعيب في نادي الزمالك، كل لعيب سافر وموجود في قائمة نادي الزمالك، وكمان شدد على ضرورة تنفيذ التعليمات، كل لعيب لازم يلتزم بالتعليمات دي، أهم حاجة بتهم المدير الفني خاصة لما يكون مدير فني أجنبي، يقولك التزم بالتعليمات وبعد كده أنا مش عايز منك حاجة تاني. ده بجانب طبعا أن اللعيبة تبقى هادية الأعصاب في نفس الوقت، ما تبقاش مشدودة لكن في نفس الوقت تبقى مركزة تركيز كبير جدا جدا في المباراة، مش عايزين يبقى فيه اعتراض على طاقم التحكيم اللي هيبقى في المباراة. ده كل ده كلام مستر جوزيه جوميز مع لعيبة نادي الزمالك. وعايز اقول لكم كمان اللي مستر جوميز كان خصص وقت يعني للمحاضرات الفنية، عرض خلالها تسجيلات لماتشات الاهلي الاخيرة وشرح فيها كل نقاط القوة والضعف للمنافس وحدد مهام كل مركز وكل لعيب والتحركات اللي المفروض يعملها داخل الملعب. كمان مجلس الإدارة كان حريص جدا جدا يكون قريب من الجهاز الفني واللعيبة، وشدد كمان على ثقته الكاملة وثقته الكبيرة وحفز اللعيبة وحفز الفريق بشكل كبير جدا جدا. باختصار شديد يا جماعة نادي الزمالك بإذن الله جاهز لمباراة بكرة بنسبة 100%، كل اللعيبة إن شاء الله تبقى على قدر المسؤولية، الجهاز الفني إن شاء الله يبقى في كامل تركيزه في اختياره لتشكيلاته في اختياره الأسلوب اللعب أو طريقة اللعب اللي مستر جوزيه جوميز بكرة هيلعب بيها. إن شاء الله بإذن الله يكون زي ما أنا بقول لكم التوفيق يعني حليف نادي الزمالك، وبإذن الله لعيبة نادي الزمالك بكرة تستغل المباراة وتستغل أنصاف الفرص زي ما احنا كده بنقول بلغة الكرة، عشان زي ما احنا عارفين المباريات الكبيرة لازم تستغل فيها أنصاف الفرص. المباريات الكبيرة عايز أقول لكم إنها مباريات بتبقى تكسب ولا تلعب، انت مش مطلوب بكره منك ان انت اداء ونتيجه، بس اهم حاجه ان انت تكسب. ماتش بكره هيفرق مع نادي الزمالك وهيدي دفعه معنويه كبيره للي جاي، لسه عندك تحديات صعبه في الموسم وتحديات مهمه، لسه عندك المشوار الافريقي، لسه عندك بطوله الدوري العام، لسه بدري. فان شاء الله باذن الله بكره كلنا ثقه في كل لعيب داخل نادي الزمالك، كلنا ثقه في مجلس اداره نادي الزمالك زي ما انا قلت لكم اللي عمل اللي عليه ووفر كل حاجه للجهاز الفني واللعيبه، وتبقى فقط الكره في ارض اللعيبه وفي ايد اللعيبه ان شاء الله باذن الله يفرحوا ويسعدوا كل جماهير نادي الزمالك العظيمه ان شاء الله اللي هتبقى موجوده بكره واللي هتتابع المباراه
من على الشاشات. لكن طبعا ما ينفعش ننسى نشكر أشقائنا وأخواتنا في المملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال، على كرم الضيافة، على يعني المستوى التنظيم ومستوى كمان الترويج لهذه المباراة وهذا الحدث الكبير، بطولة كاس مصر زي ما احنا عارفين واحدة من اهم واعرق البطولات مش بس في مصر، دي في الوطن العربي. فيعني ده الطبيعي اللي بيننا وبين اشقائنا السعوديين، وده مش غريب عن اشقائنا السعوديين، وان شاء الله باذن الله نتمناها بكرة، يعني مباراة تليق بسمعة الكرة المصرية، وان شاء الله باذن الله يبقى الكاس زملكاوي ابيض بخطين حمر. بما اننا احنا بقى بنتكلم عن مباراة القمة ونهائي الكاس، تعالوا نشوف مع بعض التقرير ده ونرجع مرة تانية. كلاسيكو القمة وسط أحلام جماهيرية كبيرة وروح معنوية مرتفعة وبحثا عن حلم حصد أول ألقاب 2024، تقام مساء غدا قمة السحاب لقاء العمالقة كلاسيكو كأس مصر، حينما يلتقي نادي الزمالك مع نظيره الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر نسخة 2023. الزمالك يخوض المباراة بصفوف مكتملة تحت قيادة مديره الفني الجديد جوزيه غوميز صاحب الخبرات الواسعة، ومعه تشكيلة قوية في كل المراكز، بداية من محمد عواد ومحمد صبحي في حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح في الدفاع، ونبيل دونجا ورؤى ومحمد شحاتة وأحمد حمدي وعمر جابر وعبد الله السعيد وناصر ماهر وزيزو ومصطفى شلبي وشيكا بالا في الوسط، وناصر منسي وسامسون أكينيولا وسيف الجزيري في الهجوم. وأي 11 لاعبا من هذه المجموعة يلعب مباراة الكلاسيكو غدا بحثا عن حصد الانتصار والتتويج بطلا لكأس مصر وتحقيق أول ألقاب عام 2024. ويعيش الزمالك في الفترة الأخيرة حالة فنية رائعة، وصعد للدور ربع النهائي للكونفدرالية وتصدر مجموعته، وكذلك حقق الفوز على الداخلية وقبلها التعادل مع الإسماعيلي في آخر جولتين له في سباق الدوري الممتاز، وبدأت صفقاته الجديدة في الانسجام مع باقي اللاعبين مثل عبدالله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي ومحمد شحاتة، ويخوض الزمالك المباراة مدعوما بجماهيره بحثا عن حصد انتصار غالي يحسم به أول ألقابه المحلية في عام 2024 تحت قيادة مديره الفني جوزيه غوميز. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وأكيد هنبدأ أخبارنا من عند نادي الزمالك والفريق الأول لكرة القدم. عقد ظهر اليوم الاجتماع الفني لمباراة نادي الزمالك مع النادي الأهلي في نهائي كأس مصر والمقرر ليها بكرة الجمعة على الملعب الأول بارك بمدينة الرياض. أصفر عن ارتداء نادي الزمالك زيه التقليدي باللون الأبيض والقميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين هيرتدي حارس المرمى اللون الأصفر، بينما هيرتدي فريق الأهلي لذيو الأحمر والقميص الأحمر والشورت الأسود، في حين هيرتدي حارس مرمى النادي الأهلي اللون الأزرق. حضر الاجتماع الفني من نادي الزمالك كل من كابتن عمرو أبو العز المدير الإداري وسعد عبدين إداري الفريق ومصطفى ميلا، وحضر أيضا مسؤول النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد السعودي. في شوية تفاصيل كده تم الاتفاق عليها في الاجتماع الفني لمباراة القمة في نهائي الكاس واللي هتكون بكرة إن شاء الله. تم التأكيد على أنه في حالة نهاية الوقت الأصلي بالتعادل في المباراة هيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نص ساعة مقسم على شوطين، وفي حال استمرار التعادل هيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء. طبعا كلنا عارفين أن مباراة القمة في نهائي الكاس هتقام بكرة الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الأول بارك بالرياض، واللي أكيد بإذن الله كلنا بكرة هنكون في دعم ومساندة نادينا وفريقنا العظيم نادي الزمالك.
تواجد صباح الخميس الأستاذ جورج مرزباخ حفيد مؤسس نادي الزمالك بفندق إقامة الفريق الأول لكرة القدم لحضور مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر بناء على الدعوة المقدمة له من الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك. وحرص مسؤول نادي الزمالك على الترحيب بجورج مرزباخ وتوفير كافة المتطلبات الخاصة به. ومن المقرر أن يحضر جورج مرزباخ جزءا من المران الأخير للفريق مساء اليوم على ملعب أكاديمية المهد الرياضية بمدينة الرياض. يعني لفتة رائعة جدا جدا من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب. نروح للفريق الاول اللي خلاص هيختتم استعداداته ان شاء الله قبل مواجهه الاهلي في نهائي كاس مصر. الزمالك النهارده هيأدي مرانه على ملعب اكاديميه المهد بالرياض، وهو الملعب اللي استضاف تدريبات نادي الزمالك خلال الايام اللي فاتت من يعني وصول البعثه هناك. وفريقنا امبارح ادى مرانه على ملعب المباراه الاول بارك، والنهارده الجهاز الفني هيخفف الحمل البدني بشكل تدريجي خوفا من الاجهاد او يعني تعرض بعض اللعيبه للاصابات في المباراه. لكن عايز اطمن حضراتكم من الفريق ان شاء الله باذن الله جاهز لمواجهه بكره، وكل اللعيبه عندها حماس ورغبه في الفوز باللقاء، وده كان واضح خلال اجتماعهم مع مستر جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك. خلونا دلوقتي ندخل في الكواليس اكتر ونروح للمملكه العربيه السعوديه مع طبعا الزميل العزيز الاعلامي نايف مشهور الاعلامي السعودي عشان يقول لنا اخر الاستعدادات وكواليس اللقاء المرتقب بين نادي الزمالك والنادي الاهلي. يا استاذ نايف منورنا في اخبارنا. اهلا فيك يا اخويا خالد، انا سعيد بيك وسعيد بتواصلي وسعيد بالمداخله هذه الجميله ان شاء الله قناة غالية قناة الزمالك. بنتشرف بحضرتك طبعا على شاشة قناة نادي الزمالك، وعايز بقى حضرتك تطمنا وتطمن جمهور نادي الزمالك على آخر الاستعدادات وكواليس اللقاء المرتقب بين نادي الزمالك والنادي الأهلي بكرة إن شاء الله. بكل تأكيد خلينا بداية، يعني احنا هذه البطولة اللي تحتضنها المملكة العربية السعودية هي البلد الثانية لأشقائنا وأحبابنا جمهورية مصر العربية. بكل تأكيد سعداء في المملكة العربية السعودية باستضافة هذا الحدث. هذه قمة عربية بمستوى كبير، دربي تاريخي يجمع الأهلي والزمالك والزمالك والأهلي. مباراة بكل تأكيد هي مباراة ستكون مباراة جماهيرية من العيار الثقيل. بالضبط. نتحدث عن متعتها اللي سبقت هذه المباراة، المنافسة. قبل ما نتحدث عن الجمهور المصري الغفير الموجود هنا، يمكن شريحة الكل يعلم أن المملكة العربية السعودية تتشرف بأن فيها إخوة وأشقاء جالية جدا كبيرة بالملايين موجودين من الإخوة المصريين في كل مدن المملكة، منهم الأهلاوي منهم الزملكاوي منهم أيضا من ميول أندية أخرى. نحن على ثقة كبيرة بأن الملعب غدا بحول الله ملعب الأول بارك لن يكون للأشقاء المصريين فقط، بل حتى نحن كمان للأشقاء السعوديين. يا أستاذ نايف أكيد اللي أكيد عندهم اهتمام وكلهم متشوقين ان هم بكره يتفرجوا على مباراه يعني يتمتعوا بيها، مباراه كبيره يعني ما بين قطبي الكره المصريه واثنين يعني من الفرق الكبار جدا في القاره الافريقيه نادي الزمالك مع النادي الاهلي. اكيد. نعم بكل تاكيد، لانه نحن كسعوديين يمكن حريصين ايضا على التواجد على الحضور على الاستمتاع بهذه القمه العربيه المصريه اللي تشهدها العاصمه السعوديه الرياض. التوقعات أول أمان أو أيا يكون يعني صعبة جدا الحكم فيها في مباريات بحجم هذه الفريقين، لكن على حسب ما رأينا من خلال المؤتمر الصحفي اللي قاموا مدرب كل فريق البارحة، كان التفاؤل هو العنوان الرئيسي لكل فريق لكل مدرب فريق لكل لاعب يمثل هذا الفريق. أعتقد بأن التجربة بعيدا عن النتيجة وبعيدا عن من سيكسب اللقاء والكأس، تجربة هذه البطولة تقام في المملكة العربية السعودية، الأهلي والزمالك والزمالك والأهلي موجودين هنا في المملكة العربية السعودية، أعتقد أنها تجربة سيكون لها يعني معنى تاريخي كبير جدا. وسنشاهد
بكل تأكيد الحضور الجماهيري الممتع، الحضور الجماهيري اللي سينعكس بشكل إيجابي بمناسبة كبير جدا. بمناسبة الجماهير يا أستاذ دايف، عايزين برضو يعني نعرف من حضرتك، هل الحماس بين الجمهورين يعني انتقل لخارج الملعب ولا لسه؟ خلينا نكون متفقين انه اعيد من جديد انه الجالية المصرية موجودة كبيرة جدا، لذلك الكل حريص على التواجد، بس جمهور نادي الزمالك اكتر. معلش والمجمعات جمهور نادي الزمالك اكيد. انا 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 لا اتحدث عن من الشريحة الاكبر، اتحدث اعلاميا فقط او مهنيا. الجمهور سواء للزمالك او للاهلي، المتعة والمنافسة والروح الرياضية الجميلة اللي تربطهم اكبر من المنافسة طبعا، واكبر من اكبر من كل حاجه. يعني احنا الان موجودين هنا للاستمتاع بهذا الدربي. دعنا نكون متفقين بان المباراه غدا بحول الله سيكون لها شان تاريخي. هي اول ديربي يجمع فريقين يقام على الاراضي السعوديه. فهذا بكل تاكيد احنا اذا اتفقنا بان المباراه لن تكون سهله، التوقعات فيها جدا صعبه، لكن لنا المتعه، لنا الاستمتاع بهذه القمه، الاستمتاع بالتذاكر اللي نفذت منذ وقت مبكر. عدد سعة الملعب الأول بارك، احنا يمكن شاهدنا المملكة كانت الفترة الماضية يعني حظيت باستضافة السوبر الأسباني، السوبر الإيطالي، والآن كأس مصر، وكل تلك البطولات يمكن شاهدناها وقيمت على ملعب الأول بارك. كانت مباريات وكانت بطولات على حجم كبير، كلها نجحت. فما بالك قمة عربية تجمع الأهل والزمالك أو الزمالك والأهلي هنا في العاصمة السعودية الرياض. أهلا وسهلا بكم في المملكة العربية السعودية. احنا أستاذ نايف يعني احنا طبعا احنا أشقاء، ما فيش بينا شكر، لكن احنا لازم نشكركم على حسن الاستقبال، على كرم الضيافة، وده يمكن مش يعني الغريب عن إخواتنا وشقائنا في السعودية. وطبعا بمناسبة بقى أشقائنا في السعودية، أكيد في صدى كبير جدا يعني واهتمام كبير جدا أكيد بالأشقاء السعوديين لهذه المباراة، وأكيد بكرة أكيد يعني يبقى في جانب من اخواتنا في السعوديه يحضروا بكره يعني من الجماهير في المباراه. اخواتكم من السعوديه يا حبيبي يمكن قبلكم حتلاقوهم في الملعب. فابدا يا حبيبي، يعني حتلاقي السعوديين والجمهور السعودي حريص على التواجد قبل المشجع المصري للاستمتاع بهذه القمه، بهذه الديربي التاريخي. طبعا. فانا استطيع يعني ان اذكر لك انه البطولة أو المباراة ناجحة بكل المقاييس قبل بدايتها، كل المؤشرات تؤكد على ذلك، كل المؤشرات تؤكد على الجاهزية الكبيرة للعملاقين الفريقين المصريين أن يقدما مستويات رائعة جدا. الأجواء في العاصمة السعودية الرياض أجواء ممتعة جدا، حتى درجة حرارة الطقس يعني من حسن الحظ اليوم الجو دافئ بشكل جدا كبير. غدا بحول الله درجة الحرارة تكون مناسبة جدا للاعبين في تقديم مستوى مميز. أرضية ملعب الأول بارك واحد من أفضل الأرضيات على مستوى الملعب بعد الأرضية. كمان تجهيزه الفترة الأخيرة أستاذ نايف، الملعب يعني كمان تطور بشكل كبير جدا، يعني زي ما احنا شايفين من خلال المشاهد اللي بنشوفها، يعني المداخل والمخارج في الملعب على مستوى عالي جدا، حضور الجماهير والمدرجات منظمة بطريقة جميلة. نحن بكرة بإذن الله مستمتعين، نحن هنشوف ومتوقعين على حسب المعلومات بأنه في أيضا تيفو لكل فريق، غدا سنشاهده قبل بداية المباراة. الجماهير أنا أتوقع أن الجماهير ستتواجد قبل بداية المباراة بعدة ساعات، ستكون المدرجات ممتلئة على بكرة أبيها. كل هذه المؤشرات يعني اليوم أثبتت من خلال الجاهزية. تدريبات الفريقين اللي شاهدناها أعتقد أنه بغض النظر عن بعض الغيابات، بغض النظر عن بعض الإصابات وبعض الجاهزية، لكن الموجود سواء في الفريق الزمالكاوي أو الفريق الأهلاوي فيهم الخير والبركة. نحن على موعد مع الإثارة، موعد مع المتعة الكروية الرياضية غدا بإذن الله. أستاذ نايف يعني إن شاء الله أكلم حضرتك بعد المباراة وتبارك لي على فوز نادي الزمالك، وإن شاء الله يعني بإذن الله بنتمناها مباراة تليق بسمعة الكرة المصرية، ويستمتع بيها كل أشقائنا في السعودية، ويستمتع بيها كل الجمهور اللي هيكون موجود بكرة في المباراة. أستاذ نايف مشهور، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني لسه مكملين أخبارنا مع حضراتكم، والنهاردة كان في حرص من كابتن الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا أنه يجتمع بلعيبة نادي الزمالك، وده أمر طبيعي وأمر مسؤول
من كابتن الفريق شيكابالا، يعني بحكم ان هو يعني لعيب كبير جدا وعنده خبرات هذه المباريات وبالتحديد مباريات القمه اللي ليها اكيد طبع خاص وليها حسابات وتركيز خاص عند اللعيبه وعند جماهير نادي الزمالك. علشان كده شيكا كان حريص على الاجتماع باللعيبه قبل المباراه بحوالي يعني 24 ساعه، حفز اللعيبه وطالبهم بالهدوء خصوصا ان وجود الجماهير هيشكل ضغط عليهم، كمان طالبهم بالتعامل باحترافيه علشان المباراه تخرج بالشكل الامثل، وكمان طالب اللاعبين ببذل اقصى جهد وانهم يعملوا اللي عليهم ويعملوا مباراه تليق باسم وسمعه الكيان الكبير كيان نادي الزمالك. يعني ان شاء الله باذن الله بكره لعبتنا تكون على قدر المسؤوليه، بكره جماهيرنا تكون باذن الله الداعم الاول وتكون اللاعب رقم واحد مع نادي الزمالك في المباراه، وده الطبيعي وده اللي عهدناه مع جمهور نادي الزمالك العظيم اللي دايما ورا نادي الزمالك في كل مكان وفي اي استاد وفي اي بلد، دايما جمهور نادي الزمالك حاضر ويكون متواجد. وان شاء الله باذن الله زي ما انا قلت نتمناها مباراه تليق بسمعة الكرة المصرية، وإن شاء الله يبقى كاس مصر كاس أبيض بخطين حمر. دلوقتي خلونا نطلع لفاصل سريع وبعدين نرجع نستقبل يعني الكابتن أحمد عباس عشان نتكلم معه أكتر في هذه المباراة بعد الفاصل. أحمد عباس في ضيافة أخبارنا. برحب بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي منورني ومشرفني كابتن أحمد عباس المحلل الرياضي. يا كابتن أحمد منورني في أخبارنا. حبيبي يا خالد، أنا سعيد جدا إن أنا معاك وعلى شاشة قناة نادي الزمالك مع جماهير نادي الزمالك، يمكن اللقاء الأول ودي حاجة أسعدتني جدا جدا. يعني أنت متألق بقالك فترة وتستحق أكتر من كده بكتير. شرفتنا طبعا يا كابتن أحمد. وفي البداية بقى يعني كلنا بالنسبة لنا كزملكاوية مترقبين مباراة بكرة. الحقيقه هي مباراه دايما بديها عنوان كده، هي مباراه مفصليه. ويعني ايه مباراه مفصليه عشان الناس اللي بتسمعنا؟ نادي الزمالك في اشد الحاجه للمباراه دي وللفوز ده. الفوز بيجيب فوز، والفوز بيدي ثقه كبيره جدا للجماهير في الجهاز الفني والجماهير في اللعيبه والصفقات الجديده اللي احنا جايبينها. والحقيقه انا شايف لحد دلوقتي احنا عاملين 80-90% من المطلوب. يعني صحيح. الراجل جوزيه جوميز جه مدير فني جيد ماشي مع الزمالك بشكل كويس قوي، في حاله رضا من الجماهير عن الراجل من الاداء اللي شافوه في المباراتين ثلاثه اللي لعبوها خصوصا عباس في الوقت القليل ده، الفتره الصغيره. برافو عليك. يعني ممكن مدير فني يقول لك لا انا عايز وقت عشان اعلم مع الفرقه، ولكن الراجل في وقت قليل قوي بقى ليه شكل الفرقه، بقى ليها شكل، ليها طريقه لعب. حسينا ببعض التغيرات، حسينا بجوده الباس في نص الملعب نادي الزمالك، وصلنا لارقام كبيره جدا في واحده. صحيح. من المرات عملنا حوالي 943 باص، وده رقم قياسي ما حصلش لنادي الزمالك منذ اعتقد 2019. صحيح. فالراجل حسن جوده الباص بشكل كويس قوي، قدر مجلس الاداره يجيب صفقات انا بشوف انها صفقات كبيره جدا جدا، ولكن مع الوقت مفيش ابدا فرقه في الدنيا هتحط 10 صفقات مره واحده. صحيح. هنبدا ندي 1 2 3، ومهم جدا الجاهزيه الفنيه. انا عايز العب، انا عايز ابقى موجود مع نادي الزمالك، انا عندي حميه كبيره جدا ان انا أدي مع نادي الزمالك شكل كويس قوي، ولكن في النهاية ألعب وأنا جاهز. اللعيبة دلوقتي عباس كلها كل واحد عايز يشارك طبعا، كل واحد عايز يكون موجود في التشكيلة الأساسية. ودي نقطة مهمة، خد بالك، عايز خد بالك الحماس اللي موجود دايما في تدريبات نادي الزمالك الأخيرة دي حاجة إيجابية. وهنرجع ورا شوية هنقول إن إحنا دلوقتي بقت اللعيبة حابة إنها تبقى موجودة في نادي الزمالك. صحيح. دي نقطة إيجابية، نقطة كبيرة جدا. كنا زمان بنعاني عشان نجيب لعيب 6 نجيب لعيب 8، النهاردة عندنا أكتر من لاعب بيلعب 6 وبيلعب 8، وعندنا لعيبة كمان بتأدي أدوار مركبة منها عبد الله سعيد، وهاجي لك وهشرح لك الدور المهم قوي اللي المفروض يبقى عليه عبد الله سعيد في المباراه دي، وهنتكلم عن التشكيل الافضل لنادي الزمالك. طب اخد من كلامك يا عباس، دلوقتي اللعيبه عايزه تيجي نادي الزمالك ليه؟ اللعيبه عايزه تيجي نادي الزمالك اولا عشان في استقرار، في مجلس اداره محترم. صحيح. في وعود بتوفى، في نجوم في الفرقه. النهارده انا كلاعب كبير لما اجي فرقه لازم الفرقه يبقى فيها نجوم يشيلوا الفرقه ويشيلوني انا فنيا. النهارده عندك اساطير زي ما بنقول شيكابالا، عبد الله السعيد، زيزو، ناصر ماهر، عمر جابر، واحد من ابناء النادي وكباتن النادي. لا بالزبط. النهارده انت عندك فرقه الجديد عليها يشيلوها، واللعيبه اللي موجوده تنجم اي حد. بالزبط. انت لما تلعب جنب شيكابالا ولا تلعب جنب زيزو ولا تلعب وراك عمر جابر ولا في نص ملعب ناصر، لا تفرق كتير جدا. بس يمكن ده اللي مطمنا كجمهور نادي الزمالك. طبعا. يعني انت دلوقتي لو كنت دخلت المباراه دي بقايمه بدايه الموسم غير اما تدخلها بالقايمه اللي موجوده في الوقت الحالي. اكيد اكيد. بس برضه عايز اقول حاجه مهمه قوي لجماهير نادي الزمالك، نتيجة المباراة دي مش عايزة تأثر بالسلب على جماهير نادي الزمالك. صحيح. أنت النهاردة بتبني فريق
بتعيد بناء فريق وجبت صفقات وانت متخيل ان كل ده في فتره الانتقالات الشتويه. صحيح. مدير فني بقى له 3 ماتشات وده رابع ماتش بيلعب نهائي كاس مصر قدام النادي الاهلي، ولا نغفل النادي الاهلي عنده سكواد محترم وسكواد كبير جدا. فتاني بقول لحضراتكم ان نادي الزمالك قادر باذن الله ان هو يحقق ده، ولكن لا قدر الله، لا قدر الله، ده لا نتمناه ابدا، ان جميع نادي الزمالك لو ما حصلش ان احنا حققنا نتيجه ايجابيه ما نهديش المعبد، لا احنا بنبني فريق، فمحتاجين ان احنا بقى في ظهر اللعيبه نديهم ثقه بشكل كبير قوي، وان شاء الله انا واثق لعيبه الزمالك لن تبخل على جماهير نادي الزمالك باداء ومجهود في المباراه دي. دايما الجمهور بتاع نادي الزمالك ذواق، لو انا حتى لو ما حققتش نتيجه ايجابيه بالزبط. بس عملت اللي عليا ما بحسش ان انا متضايق، لكن انك تبقى ما بتعملش اللي عليك وما تحققش نتيجه ايجابيه، لكن انت تخسر باداء ونتيجه ده اللي ما يرضيش جمهور الزمالك. لا ان شاء الله هنكسب باذن الله، لا ان شاء الله باذن الله عباس، يعني كلنا متفائلين ان شاء الله، كلنا متوسمين خير بكره في لعيبه نادي الزمالك الرجاله باذن الله، بالاضافات اكيد للصفقات الجديده. طيب اكيد طبعا. نقطه ثانيه عباس عايز اتكلم معاك فيها، شايف برضو القايمه اللي راحت او القايمه اللي خدها مستر جوزيه جوميز هي دي اللعيبه اللي هتناسب المباراه؟ الحقيقه انا مش عارف، في استبعاد لاكثر من لاعب من وجهه نظر الفنيه. طيب الحقيقه ان انا شايف دي الانسب، وزي ما قلت لك قبل كده انا النهارده في القايمه بتاعه المباراه دي معايا 4 لعيبه فقط من الصفقات الجديده. صحيح. اعتقد عبد الله السعيد، ناصر ماهر، احمد حمدي، محمد شحاته. صحيح. والاربعه دول هم الاربعه اللي انا محتاجهم للمباراه دي، مهم جدا يبقى عندي وفره، وده شيء ايجابي جدا جدا جدا، بس امتى احط اللعيب ده وامتى ادي اللعيب ده في الوقت اللي انا محتاجه. فانا شايف ان عبد الله السعيد اعتقد هو اهم صفقه لنادي الزمالك الفترات الاخيره. عبد الله السعيد بيعمل خبره كبيره في الماتشات دي كمان، ادوار مركبه. وانا هاجي اقول لك حاجه مهمه قوي، انا كمدير فني او راجل محلل انا بشوف ان عبد الله السعيد يديني رقم 8 هايل. وهتقول لي ليه؟ ده انا جايب عبد الله سعيد صانع العاب واحسن صانع لعب في مصر، وراجل مكسر الدنيا وبيعمل كده يودي للجون. لا انا هقول لك على حاجه، انا كنادي الزمالك كنت بفتقد بشكل كبير قوي عمليه الربط ما بين الثلث الدفاعي والثلث الهجومي. اللعيب الوحيد اللي عنده المقدره انه ينزل لتحت ويستلم وعنده رؤيه وعبد الله سعيد. جوده الباص بتاع عبد الله سعيد ما بين الخطوط عاليه جدا جدا. فانا بشوف ان عبد الله سعيد ممكن ناس تقول لك ده كبير في السن، المجهود ده مش هيبقى قد ان هو يعمل مجهود ده، ولكن عباس مع احترامي للناس اللي بتتكلم طبعا. على الكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه، بص على احصائياته. ايوه. بص على اداؤه اخر، خليني اقول لك على حاجه، اخر 3 سنين كلنا بنقول عبد الله سعيد كبر. كل مباريات نادي الزمالك اللي كان بيقابل فيها بيراميدز كان احسن لاعب في المباراه مين؟ عبد الله السعيد. عبد الله السعيد. مباراه الاهلي بيلعب فيها بيراميدز عبد الله السعيد. فخلاص هي القصه دي نقفلها. انا بتكلم بس في ان فكره الناس بتقول ان رقم 8 محتاج مجهود اكبر. انا هدي عبد الله السعيد الادوار الهجوميه، وفي نفس الوقت هكلف مجموعه من اللعيبه اللي بيلعبوا جنبه سواء الاطراف او الملعب بيعملوا كفر. هو ده بقى ميزه المدير الفني اللي بيطلع من اللعيب اللي هو عايزه. عايز اقول لك يا عباس ان في يعني نموذج عالمي لوكا مودريتش في ريال مدريد، راجل عنده كام سنه ولحد دلوقتي الاداء بتاعه عامل ازاي؟ بيأدي نفس الادوار بشكل بالزبط. كبير جدا. بالظبط. وانا يمكن سريعا كده ممكن نتكلم عن التشكيل بس بتاع نادي. قول لي قبل التشكيل، بمناسبه التشكيل، طب خليني مش ازعلك. لا حبيبي. مستر جوزيه جوميز الثلاث ماتشات اللي فاتوا كان كل مباراه فيها 3 4 لعيبه على الاقل يعني في تشكيله نادي الزمالك، شايف بكره خلاص نقدر نقول ان هو هيقف على التشكيل المناسب يعني للماتش ده؟ بص، هو فكره التدوير اللي عملها دي مهمه عشان يكتشف امكانيات لعيبه، بس بكره عباس ولكن بكره تجارب. بكره انا شايف ان الاقرب اللي هيبقوا في المباراه دي الغلبه للعيبه القديمه، اللعيبه اللي كانت موجوده في بينهم ادابتيشن، في تكيف، واخدين على طريقه لعب بعض. مش هيبقى محتاج ان هو يحط 2 و3 و4 في التشكيل فجاه. ممكن تفرق معاهم، وفي لعيبه الماتشات دي بتنجمها. صحيح. ولكن في النهايه برضو لازم تبقى اللعيبه اللي انا احطها تبقى لعيبه محسوبه قوي قوي ان انا ابدا بيها، لعيبه ما ممكن الماتشات دي بتكسب لعيبه وبتنجمها وماتشات بتخلص على لعيبه، فانا لا انا عايز اللعيبه اللي انا احطها تبقى قد ده، تبقى عندها خبرات مباريات القمه. يعني مثلا هنقول هو عبد الله سعيد يمكن رقم 1 اللي ضامن مركزه الاساسي في خط وسط نادي الزمالك من الصفقات الجديده، لانه عنده ما يكفي من الخبرات، لعب ماتشات قمه كتير جدا، لعب قدام الاهلي، لعب قدام الزمالك، فهو اللعيب الوحيد اللي يقدر ان هو يلعب الماتشات دي من غير ضغوط. لكن قصه التوظيف بقى ترجع لمستر جوزيه جوميز. التوظيف ترجع لجوزيه جوميز. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، انا عاجبني جوزيه جوميز ليه؟ راجل عنده مرونه تكتيكيه. بالظبط. راجل عنده مشتقات للخطه، في وقت من الاوقات في مباراه من المباريات مباراه الداخليه بدا بعد الدرس سعيد 10. بالظبط. تمام؟ فجاه لقينا عمل تعديل في طريقه اللعب ولعب عبد الله سعيد 8. صحيح. بحب انا المدير الفني ده، بحب المدير الفني اللي واقف على الخط، هو بيقرا نقاط قوه الفرقه اللي قدامه وبيقرا نقاط الضعف الفرقه اللي قدامه وبيقدر يتعامل معاها بشكل كويس قوي. انا بحب جدا اللي عنده المرونه التكتيكيه واللي حاسس بالمباراه وهو واقف على الخط. صحيح صحيح. طيب تمام. بمناسبه بقى التشكيل، تمام، عايزين نتكلم انا وانت وندردش كده شويه بس في التشكيل. طيب عايز برضه اكلمك على اللعيبه اللي ممكن يعني في كلام عليها انها ممكن تشارك ممكن ما تشاركش. واحد من اهم اللعيبه دي احمد فتوح. طيب سريعا كده هنقول التشكيل وهنعلق على التشكيل عشان بس ما نقفش عند كل لعيب. انا وجهه نظري، وجهه نظري، وده وجهه نظري،
التشكيل الانسب وليس المتوقع. عشان في ناس بس بتقول لك ان في تسريبات للتشكيل الانسب من ناحيه الانسب من وجهه نظري الشخصيه والتحليليه، ممكن يكون جوزيه جوميز بيفكر بشكل تاني. وبعدين انا عندي نوعين من التشكيل وهقوله لك، وهقول لك ليه اخترت التشكيل ده وليه هختار التشكيل ده. سريعا هبدا بصبحي، اثنين مساكين طبعا ما فيش غيرهم، حسام عبد المجيد والمسلوسي، ناحيه اليمين عمر جابر، ناحيه الشمال فتوح، اثنين رقم 8 و6 دونجا وعبد الله السعيد، قدامهم ناصر ماهر، على يمينهم زيزو، على شمالهم شلبي، فرود الجزيرة. تمام، في عندي تشكيل تاني هقوله لك برضو سريعا، نفس التشكيل ده بس هيلعب جنب دونجا شحاته، وهيلعب قدامهم عبد الله السعيد. وان كنت اخشى على شحاته من مباراه زي دي، لعيب امكانياته جيده، لعيب صغير عنده حميه، ممكن في وقت من الاوقات يبقى جيد، ولكن الخطا في المباراه دي لعيب صغير هياثر عليه بالظبط. مظبوط. طيب الناس هتقول لي بقى التشكيل اللي انت عامله ده هو تشكيل هجومي. طيب هقول لك ليه انا لعبت بالتشكيل ده. النادي الاهلي عنده اقوى خطوطه ايه؟ نص الملعب بالظبط، بيلعب بمروان عطيه وعلى شماله امام وعلى يمينه كوكا. في حاله النادي الاهلي هاجمني او عمل عليها ضغط عالي، فالطبيعي ان الثلاثي بتاع خط النص ده هيبقى ايه؟ هيبقى يعني موجود على خط ال 18 بتاعي. طب انا عشان اعمل استريتش للملعب وعشان اعمل مساحات ما بين التلت الهجومي ونص الملعب، لازم العب بلعيب مهاري يوقف لي مروان عطيه. اللعيب المهاري اللي عنده القدره ده مين؟ هو ناصر ماهر. وجهه نظري الفنيه ان هو ناصر ماهر ليه؟ دريبلر كويس قوي، سريع، عنده رؤيه، هيشتغل ما بين خطوط نادي الاهلي بشكل كويس قوي. فانا يبقى انا ريحت نادي الزمالك من زياده مروان عطيه. حلو كده؟ وهيبقى معايا عبد الله السعيد ودونجا. دونجا بيأدي الادوار الدفاعيه الكامله، انا بشوف ان اهم حاجه أدي الادوار الدفاعيه بتاعتي، وان هو يسلم ويستلم قبل الادوار الهجوميه، لان انا في النهايه بلعب رقم 6، ورقم 6 مش بس يقطع طبعا، ولكن بيسلم ويستلم وبيزيد، ولكن زياده محسوبه. صحيح. عبد الله سعيد هو اللي بينزل يستلم من بين الاثنين مساكين، عنده رؤيه، بيشتغل باص طويل في دار المدافعين كويس قوي، وبيشتغل الباص القصير بين الخطوط كويس قوي. صحيح. طيب الناس هتقول لي انت ليه حاطط الجزيري على الرغم من تالق ناصر منسي الفتره اللي فاتت وجايب جونين والحكايه؟ هقول لك ان ناصر الجزيري عنده خبرات مباراه القمه، الجزيري بيتميز كمان بنقطه مهمه قوي قوي قوي، دي هتنفعني لما الاهلي يبقى عامل ضغط عالي، هو التحرك في ظهر المدافعين. بالظبط. السرعات والتحرك في ظهر المدافعين، هو عنده التيك اوف كويس وكل حاجه، بس ناصر ماهر طبعا محطه، ولكن الجزيري السرعات ما بين الخطوط يقدر يخلص. صحيح. شفناها في نهائي الكاس اللي فات. لا ذكي الجزيري، ذكي جدا في الملعب جدا. بالزبط. سرعات كمان. بالزبط. انا عايز النهارده لعيب ينقل الكره او تتنقل الكره في رجله سريعا، او يستلم في ظهر المدافع سريعا، زي الكره الجون الاولاني اللي جابه زيزو لو تفتكر. وماتش زي ده عباس عايز اقول لك ان هو لو احرز هدف فيه رجعه ورجع ثقته يعني بشكل طبعًا كبير جدا. بشكل كبير. زيزو طبعا لا خلاف عليه. وانا بشوف ان المدير الفني اللي بيلعب زيزو ناحيه اليمين ده مدير فني محترم. ليه؟ لان القدرات الفنيه اللي بيديها لي زيزو في مركز اليمين بتفوق ال 90 او 95%. صحيح. عكس نص الملعب، عكس ناحيه الشمال. بالزبط. احنا بقالنا سنتين ثلاثه زيزو هو الجناح اليمين الاول. مش في مصر بس، لا في مصر الوطن العربي وافريقيا. صحيح. فكوني ان انا اخرجه من المنطقه دي ولعبه في نص الملعب او ناحيه الشمال، بتفقد بفقد 50% من القيمه الفنيه بتاعه زيزو. ممكن شلبي لو انا مش هلعب بناصر ماهر رقم 10 وهلعب بعبد الله السعيد هو رقم 10، ممكن ناس تقول ناصر ماهر يلعب ناحيه الشمال مكان شلبي، وانا بشوف ان شلبي لا يبدا الاول. انا شلبي برضو عباس عنده سرعات بياخد الفرقه دايما لقدام، احنا بنفكر زي بعض. بالزبط. احنا لازم التلت الهجومي يبقى فيه سرعات. صحيح. لان انا بشوف برضو ان عشان توقف كمان الاطراف بتاعت النادي الاهلي، خط دفاع النادي الاهلي فيه بطء. النهارده رامي ربيعه مش بنفس سرعات محمد هاني، كمان ما تسيبوش يزيد علي معلول الناحيه الثانيه ما يزيدش. خلاص، هو فكره زياده علي معلول دي هتبقى قليله لان ضغطه زيزو. فانا انا دي واثق ان علي معلول مش هيعمل التكمله والزياده في الحته دي. هتبقى مباراه بقى ما بين حسين الشحات وعمر جابر. برضو سريعا كده ممكن نتوقع تشكيل النادي الاهلي مع بعض. انا بشوف ان شوبير طبعا هو الحارس اللي موجود دلوقتي، رامي ربيعه، منعم، هاني ناحيه اليمين، علي معلول، هيلعب بثلاثي مروان عطيه وامام وكوكا. حسين الشحات انت شايف ان هو يلعب بثلاثه في نص الملعب؟ طبعا. هو بيلعب بكده. امام وبيرسي تاو، عشان هو دايما النادي الاهلي بيفكر ان هو ازاي يملك نص الملعب. فانا قلت لك هنعمل حته ذكيه قوي، وهي ان انا هلعب برقم 10 هيوقف لي مروان عطيه، فيبقى في جاب ما بينه والاثنين اللي موجودين دول. اصلا امام عاشور عنده زيادات هجوميه غير محسوبه. صحيح. امام عاشور جيد جدا جدا. ولكن بعض الاخطاء او بعض القرارات دي ممكن تبقى في صالح نادي الزمالك. كوكا راجع من اصابه، ما نعرفش الحاله الفنيه والبدنيه بتاعته ايه. مهم جدا نادي الزمالك يستغل كل ده ان شاء الله. بس عباس برضو عايز اتكلم معاك في نقطه مهمه جدا، ان يعني نادي الزمالك في الماتشات اللي فاتت كلها او على مدار الثلاث ماتشات بقى في شخصيه نادي الزمالك، وهي شخصيه الضغط. صح. شخصيه الاستحواذ. صح. سكند بول دايما او الكره الثانيه كنت جاي لك فيها دي بس. نادي الزمالك. فشايف عباس بكره مستر جوزيه جوميز هيطلب ده من اللعيبه؟
ولا هيبدا المباراه بنوع من انواع التوازن؟ بص، الزمالك على مدار الثلاث مباريات اللي فاتوا عمل رقم قياسي في استخلاص الكره. مهم جدا انا كفريق هجومي او فريق عايز احقق بطوله ان انا ما اسيبش الكره في حوزه الخصم. صحيح، خاصه السكند بول او الكره الثانيه. بالظبط، انا خلاص استخلصت الكره، فده مهم قوي، خلاص بقت في حوزتي، اقدر ان انا اجيب او اقدر ان انا ابني. اما فكره الكره الثانيه دي، فانا بشوف ان الكره الثانيه دي هو تكتيك مهمل من المدربين المصريين بشكل كبير قوي، او كل المدارس اللي جت. يا جماعه لازم اقول ثاني وثالث ان في ناس بتبني شخصيه الفريق على السكند بول. النهارده لو انا الفرقه ضغطاني عالي لازم ابقى انا ذكي. في مديرين فنيين يقول لك لا، بنشوفها بس الفرق الكبيره بره كلها بتلعب بالشكل ده. لازم ابدا من تحت وبتاع. هو ده مش ميزه. هو التكتيك ان انا ازاي احقق الهدف بتاعي من المباراه من خلال البلان اللي بحطها. صحيح. النهارده لو انا فرقه ضغطاني عالي هبدا من تحت، مستحيل. لو انا النهارده عبد الله سعيد بينزل يستلم تحت، بس بقى كل لعيبه النادي الاهلي ضغطاه وضغطين على اثنين مساكين وضغطين على نص الملعب، ايه الحل بتاعي؟ العب الكره الطويله والكره الثانيه، هو السكند بول، سواء بقى في اللعب المفتوح او في الكورنرز والكرات الثابته. مهم قوي قوي. صحيح. منها ان انا بقدر ان انا اخد الكره زي ما بنقول بنسترجعها، ومنها ان انا يبقى عندي تشانس ان انا اجيب فرصه واثنين وثلاثه على مرمى. بس برضو نقطه ثانيه يا عباس، مساله الضغط. هل مفيش فريق انت عارف هيقدر يعمل الضغط طول 90 دقيقه؟ طب احنا في الضغط بنحفظ اللعيبه ان هم يضغطوا في مثلثات او يضغطوا في مربعات، بمعنى ان انا بسلم اللعيب، يعني اللعيب ده بيلعب الناحيه دي فانت بتستلمه مني لما بيجي في المربع بتاعك، بيجي الناحيه الثانيه بتستلمه، عكس الناس اللي زمان كانت بتلعب زو بتلعب بمان. النهارده لو انا عملت الضغط بمان، لا ده التكتيك اتغير خالص. المان ده اللعيب بيبقى ماسك اللعيب ان شاء الله، لو حتى بيقول لك لو خرج بره الملعب. بس يعني بيت الاهلي خلاص بقت النهارده فكره يعني المربعات هتريحنا. هتريحنا وهتغطي كل ارجاء الملعب في الضغط بتاعي ان شاء الله. طبعا بس مباراة بكرة هي مباراة بالنسبة للاعيبة نادي الزمالك، هي العامل النفسي واللي انت تبقى مجهز نفسيا ومعنويا اهم من العامل الفني. طبعا انت بكرة في لعيبة كبيرة عندك، في لعيبة خبرات عندك، لعيبة كلها دولية ولعيبة كلها كبيرة. شايف العامل يعني المعنوي او العامل النفسي ده هيبقى ما بين اللعيبة وبعضها؟ زي ما انت شفت شيكابالا عمل جلسة مع اللعيبة، اتكلم مع اللعيبة اعتبره طبعا يعني قائد ولعيب كبير ورمز وكل حاجة. فدي برضو نقطة مهمة جدا يا عباس. طب ما تيجي اقول لك على حاجة ونلعب على العمل النفسي انا وانت ونادي الزمالك. وعلى فكرة لعيبة نادي الزمالك ليست بمعزل عننا وعن القناة، انا ردود فعل اللعيبة على طول عندي. تعالى اقول لك على حاجة مهمة قوي ونقطة ايجابية وتخلي جميع نادي الزمالك مبسوط. يمكن نادي الزمالك ونادي الاهلي اتقابلوا 21 مرة في نهائي كأس مصر. قدر نادي الزمالك ان هو يكسب 9 مرات، والاهلي قدر انه يكسب 9 مرات يعني بالتساوي، وتعادلوا 3 مرات وتقاسموا بطولة الكأس، وده كان طبعا في العصر القديم. طب تعال نشوف بقى اخر 24 سنة، اخر 24 سنة قدر نادي الزمالك منذ سنة 2000 ان نادي الزمالك انه ياخد الكأس 9 مرات والنادي الاهلي ياخد الكاس 7 مرات. بالظبط. طب خلينا نبعد عن ال 24 سنه. اول مره كسب الاهلي الكاس من هنا سنه كام فاكر؟ هقول لا مش فاكر بصراحه. 1927 كانت الكره ايه؟ الكره كره خشب. واخر مره كانت للزمالك في 21 زي ما انت عارف. طيب هقول لك بقى اخر 10 سنين، احنا قلنا 24 ده كتير قوي، لا هنتكلم في اخر 10 سنين بس. منذ سنه 2013 لك ان تتخيل ان الاخر 10 نسخ دول نادي الزمالك قدر يحقق 7 بطولات كاس في مقابل 3 بطولات كاس بس. تفوق للزمالك. طب رقم بقى مفاجاه لكل الناس. انا جايب لكم شويه ارقام حلوه النهارده. اخر فوز حققه نادي الاهلي على نادي الزمالك في نهائي كاس مصر كان سنه 2006 2007 المباراه الشهيره اللي انتهت 4-3 لو تفتكر، اللي جاب اسامه حسني فيها الجون في اخر دقيقه. فطبعا كل الارقام دي بتطمن جماهير نادي الزمالك. طبعا هي ارقام حلو ان انا ابقى متفائل وارفع الضغوط مع نادي الزمالك وابقى حاطط لنفسي دوافع والحاله النفسيه تبقى افضل. لكن انا زي ما اقول لك المباراه هي ملهاش حسابات، هي مباراه في الملعب بمجهود اللاعبين وبالتكتيك بتاع المدير الفني. ولكن زي ما انت شفت هو تفوق كاسح لنادي الزمالك اخر الالفيه الجديده كلها، الزمالك متفوق بشكل كبير جدا على النادي. هرجع اقول لك برده عباس، اللعيبه الكبار اكيد ليهم دور مهم جدا 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 جدا, جداً. بص كل ما كان اللعيبه واوضه اللبس فيها لعيبه خبرات، وخبرات كمان مش بس ان هم سنهم كبير، لا خبرات مباريات اهلي وزمالك. بالظبط، لان المباريات دي محتاجه لعيب بيعرف يتعامل مع الضغوط، بيعرف يتعامل مع اي سيناريو كمان في المباراه، يفصل تماما، بيعرف يتعامل مع استفزازات الفرقه الثانيه، بيعرف يتعامل مع سيتويشنز اللعب اللي موجوده في ارض الملعب. فانا طبعا شايف ان شيكابالا ليه دور مهم قوي، عبد الله سعيد ليه دور مهم جدا جدا، وانا يمكن من وجهه نظري اعتقد ان الراجل ما اعتقدش ان هو هيبدا بالاثنين في نفس الوقت يعني في التوقيت. اعتقد ممكن شيكابالا يبقى ورقه رابحه معاك. ورقه رابحه مهمه، لان خد بالك كمان خبرات شيكابالا في مباراه القمه بتمثل ضغوط كبيره جدا على النادي الاهلي. ولو نرجع بالزمن سنتين ورا كان دايما المدير الفني الجنوب افريقي موسيماني يقول لهم خدوا بالكم شيكابالا بيجي من ناحيه شمال ويقطم ويحط ببطن رجله،
قال لك انا قلت لهم في المباراه الاولى وحصلت وحذرتهم في المباراه الثانيه وحصلت. فانت النهارده خلاص عارف ان اللعيب ده انت مدافعين نادي الاهلي عارفين اللعيب ده هيجي وهرقصني وهيجيب جول. لا دي هتخليني صحيح. طول الماتش محطوط تحت ضغط صحيح. كبير جدا. طب واحد من اللعيبه اللي يعني اللي بصراحه ظهروا بمستوى كويس مع نادي الزمالك الفتره الاخيره سامسون اكيلورا انا صعبان عليا يا عباس. انا هقول لك على حاجه شايف هيبقى ليه دور بكره. انا هقول لك على حاجه ولازم هدور على الحلقه اللي انا اتكلمت فيها. انا اتكلمت ورينيشف مع كل الناس ومدربين فنيين اللي جم يا جماعه سامسون اكينيولا ده ما يلعبش سترايكر صريح لان التكوين الجسماني مش بتاع فرويد ولكن انا من خلال رؤيتي للتدريبات انا موجود في النادي على طول بتفرج على ماتشات وديه وتدريبات راجل بيلعب كره على الارض حلوه جدا فانا بشوف ان الراجل ده يجي من تحت كويس جدا جدا عملها بس انت عندك عملها مع اوزوري عملها مع اوزوري في المباراه بتاعه الكاس او تقريبا مع كابتن مفندي منصوري وراجل عمل 1 2 هايل هايل فانا شايف ان هو من تحت يجي بشكل كويس قوي عنده رؤيه وبيتحرك كويس قوي ولعيب ديفرنشال طبعا ما يبداش انا ما شفتش ان هو هيبدا ولكن ينزل يقلب الدنيا زي ما شفت المباراه الداخليه اللمسه بتاعته اللي ما بين الخطوط مهمه جدا وال1 2 والتحرك لا هايل هايل بس شايف ممكن يبقى ليه دور بكره طبعا بس مش اساسي على حسب سر اللقاء ينزل يقلب الدنيا في لعيبه كانت دايما طبعا كابتن رضا عبد العال هو ده اللي عمله في المباراه الداخليه لو انت تفتكر نزل قلب الدنيا بالزبط. عمل خلخله ما بقاش هقول لك على حاجه في لعيب ملوش ملكه دايما كنا بنقول كده بلغتك هو ما تبقاش عارف هو يتحرك كده يتحرك كده هيشوط ولا هيعمل 1 2 فهو سامسونج من اللعيبه اللي ممكن تعمل لي الاختلاف ده بكره بالظبط كسب ثقه جمهور نادي الزمالك بعد ما كنا بنقول لعيب ومالوش دور ولازم يمشي لا النهارده في ناس من جماهير نادي الزمالك على السوشيال ميديا بتطالب كمان استمرار سامسونج وعليه ان هو يثبت ده مع نادي الزمالك. عباس شايف من الحاجات الايجابيه اللي نادي الزمالك او لعيبه نادي الزمالك يعني ان هم موجودين قبل الماتش باربع ايام ده ممكن يفرق بكره معاهم ان هم يكونوا دخلوا في الاجواء بقى خلاص بشكل كامل. دي مدارس تدريب وانا بميل للمدرسه دي انا رايح العب في اجواء ده مش معناه عباس بالمناسبه انك مهتم زياده يعني او ان انت خلاص يعني فاهم قصدي انت فاهم فكره الادابتيشن على الاجواء ده مهم قوي الادابتيشن ده يعني التكيف التكيف على الاجواء التكيف على البلد الجديده انا رايح العب فيها ردود فعل الناس اللي موجوده حواليا يعني الثقه ان انا اشتغل براحتي بشكل كويس قوي انا من المدارس دي ان انا اروح قبل المباراه بيوم واثنين وثلاثه اتمرن كويس قوي ابقى واخد الاجواء بتاعه المباراه بشكل كويس قوي اتمرن على حتى على ملعب المباراه يمكن نادي الزمالك اتمرن على ملعب المباراه امبارح فخلاص انا كده حسيت ان انا مش غريب عن البلد ومش غريب عن الملعب عشان نقطه ايجابيه كبيره جدا شايف من الحاجات زي حاجات المدارس طبعا حاجه ترجع لمستر جوزيه جوميز طبعا سوري طبعًا. مستر جوزيه جوميز خلاص بقى سوري يعني احنا جاب لنا الضغط انت تعبنا لا ما تفكرناش عباس تعبنا كتير قوي. طيب حاجه من الحاجات الايجابيه وجود مجلس اداره نادي الزمالك طبعا بالكامل طبعًا. موجود مع الفرقه يعني من ساعه ما مشي ومن مطار القاهره لحد ما وصل السعوديه شايف برضه ده ما انت تلاقي المسؤولين برضه معاك وبيدعموك وبيدوا لك الثقه وبيدوا لك الدعم واكيد بيتكلموا معاهم على مدار الايام اللي فاتت كلها كلام ايجابي. بص انا مش عايزين نكتر في الكلام عشان الناس ما بتقولش بس ان احنا ده رياء ولكن حقيقه مجلس اداره نادي الزمالك اعاد هيبه نادي الزمالك بشكل كويس قوي، اعاد ترتيب امور الدنيا كلها داخل نادي الزمالك، اعاد قيمه نادي الزمالك، اشتغل بشكل مؤسسي، لا الحقيقه الناس عاملين شغل كبير جدا جدا جدا. قيمة نادي الزمالك جاية من مجلس إدارته، النهارده بنشوف مجلس إدارة نادي الزمالك مع مجلس إدارة نادي الأهلي في حالة من التوافق، حقيقة هم مأديين بشكل كويس قوي، وجودهم كمان من قبل المباراة بيوم واثنين وثلاثة ده بيحسس اللعيبة قد إيه إن هم إحنا في ظهركم وإن في ثقة كبيرة في مجلس إدارة نادي الزمالك. صحيح. طب عباس أنت كنت بتقول من شوية إن المباراة مش عايزها يعني لا قدر الله زي ما أنت بتقول ولا قدر الله أكيد دينا كلنا لو حصل نتيجة عكسية. طبعًا. يعني زي ما بنقول كده ما نهمتش. طيب عايز أقول لجمهور نادي الزمالك حاجة. احنا قبل الثلاث اربع مباريات دول ما كانش عندنا سكواد او لا كان عندنا سكواد ولكن الناس شايفه ان برضه في بعض الدفوات لا معلش عباس ما كانش عندنا مدير فني بدون قطع كلامك تمام احنا لو كنا داخلين مباراه بكره بالسكواد بتاع بدايه الموسم ما كانش ده يبقى كلامك لكن دلوقتي عباس طبعا 50 50 طبعا يبقى فقط طبعا اللي هيبقى مركز صح اللي هيبقى التوفيق معاه صح هو المدير الفني لان خد بالك الاثنين مدير فنيين جديدين بالظبط اللي هيعرف يقرا نقاط قوته ونقاط ضعف الفرق اللي قدامه والتوفيق اهم حاجه يبقى معاك طبعا صحيح. طبعا صحيح. هو مهم جدا خد بالك هقول لك على حاجه النادي الاهلي عنده لعيبه صغيره ولعيبه سنقول قمه ولعيبه خبراتهم قليله اللعيبه دي لو حصل لهم بعض التوتر في الماتش او ما كانوش موفقين في مباراه يعني مثلا على سبيل المثال مصطفى شوبير لعيب جيد جدا لا يعني ما فيش حد يقدر يمكن ان هو حارس مرمى كان جاي ولكن سنه اولى قمه تحت الضغوط دي كلها هو حامل مسؤوليه مباراه كبيره فلا قدر الله لو ما وفقش في اول مباراه هيفضل طول المباراه مهزوز بالاضافه طبعا عندك اثنين لعيبه اول مره يلعبوا بقميص الفرقتين عكس بعض وهو عبد الله السعيد بيلعب ضد النادي الاهلي بقميص نادي الزمالك وامام عاشور بقميص نادي الاهلي ضد نادي الزمالك فانا اشوف ان الاثنين دول هم لعيبه ديفرنشال اللعيب اللي هيبقى مركز اللعيب اللي هيرفع من عليه الضغوط في المباراه دي هيأدي بشكل كويس ان شاء الله بس احنا بالنسبه لنا
لعيبه نادي الزمالك كلها في كامل تركيزها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله كل لعيبه نادي الزمالك تبقى في التوب فورم بكره معاه باذن الله، عشان جمهور نادي الزمالك عباس يعني منتظر من اللعيبه دي كتير جدا. جمهور نادي الزمالك انا متفائل جدا، وان شاء الله هيجمعنا لقاء ثاني، وهتفتكر ان انا قلت لك ان شاء الله نادي الزمالك هيكسب في الملعب حتى قبل ضربات الجزاء ان شاء الله عباس باذن الله. طيب حاجه من الحاجات المهمه عباس برده اللي عايز اسالك فيها، شايف اول ربع ساعه في الماتش اللي هيحرز هدف هيفرق معاه ولا ملوش علاقه خالص؟ طبعا طبعا، ولكن انا مهم جدا ما بقاش بعمل اندفاع غير محسوب. كلنا شفنا اللقاء اللي فات لما فتحنا نص الملعب، لا النهارده لازم يبقى عندي اندفاع، بس اندفاع محسوب. عندي واجبات دفاعيه مهمه باديها بشكل كامل، وبعد كده بشوف الادوار الهجوميه بتاعتي سواء صحيح. الاطراف، لان النهارده عندك عمر جابر وعندك احمد فتوح، الاثنين عندهم قدرات هجوميه هايله هايله من احسن الباكات الموجودين في مصر صحيح. ولكن في المقام الاول انت راجل بتلعب ظهير ايمن وظهير ايسر صحيح. ده بيدل ان انت ايه مهامك الاساسيه هي المهام الدفاعيه، فلا قدر الله لو طيرت الباكين دول ولا حاجه بقى ظهرهم فاضي لا. انا لو هعمل اندفاع او هعمل شكل في اول ربع ساعه يبقى لازم يبقى فيه شكل محسوب، يبقى فيه دفاع تامين دفاعي جيد قبل حتى ما افكر في الخطوات الهجوميه اللي انا اقدر اديها على النادي الاهلي. فاول ربع ساعه انا بالنسبه لي لازم يبقى فيه تامين واتحسس طريقه لعب النادي الاهلي. طب شايف احمد فتوح بكره فتوح عباس، انت لو هو مش جاهز بنسبه 100% تخليه يبدا؟ خبرات فتوح تخليه تبدا يعني لو انا مدير فني ولا تخاف ان انت تخسره كتغييره لو مش في مستواه؟ بص هو لو مش جاهز فنيا ما كانش الراجل خده يعني انا اللي اعرفه عن الراجل ده ان هو لو مش جاهز بنسبه 100% ما كانش الراجل خده. ولكن لو هو موجود مع نادي الزمالك فطبعا طبعا وجود فتوح في مركز الباك ليفت، ودايما بقولها اللعيب اللي بيلعب في مركزه بيديني 70 80% من المستوى حتى لو مش جاهز، عكس لما اجيب لعيب هو ما بيلعبش اوريدي باك ليفت واجيبه ناحيه اليمين مثلا زي عمر جابر كتر خيره، طبعا راجل عمل مباراه كبيره جدا المباراه اللي فاتت، ولكن مش هيديني اكتر من 50% لان هو دي مش واجبات مركزه، هو مش حافظها صحيح. هو بيأدي اللي المدير الفني بيقول له عليه. لكن في بعض كمان المواقف كرة طبعا كره شراب يعني انت عارف، لكن في بعض المواقف لا هي محتاجه ان عنده خبرات في المركز ويقدر امتى يقف وامتى يغطي وامتى ياخد اللعيب يطلعه بره الملعب ما ياخدوش لجوه الملعب. فطبعا فتوح بالنسبه لي هو اهم خيار ناحيه الشمال ده. يعني انت بالنسبه لك فتوح بكره حتى لو ايه حتى لو 50% يبدا يلعب. طيب في ناس مختلفه على قصه حراسه المرمى، يمكن انت قلت لي في التشكيل بالنسبه لك الانسب محمد صبحي، هقول لك ليه اخترت. في ناس عباس تقول لك لا عواد خبرته في الماتشات دي اكبر، هقول لك بقى دي معلومه مش توقع مني ولا حاجه. الاثنين حارسين مرمى جيدين جدا، والاثنين عند جوزي جوميز 50-50، وشايف ان هو محظوظ ان عنده اثنين حراس مرمى كبار واثنين بمواصفات مختلفه، ولكن اللي بيتفوق شويه عند صبحي ان هو بيلعب الكره برجله. الراجل في وقت من الاوقات بيبقى محتاج ان حارس المرمى يشارك معايا في بناء اللعب صحيح. فدي اللي بتدي شويه افضليه لمحمد صبحي، وان كان برضو احنا ما عندناش معلومه مين اللي هيبدا، ولكن زي ما بقول لك اللي بتخلي شويه في افضليه لمحمد صبحي انه بيلعب كره برجله، والراجل حابب ده ان هو حارس المرمى يشارك في بناء اللعب مع خط دفاع نادي الزمالك او مع فرقه نادي الزمالك. لكن انت بالنسبه لك بالنسبه لي صبحي اقرب عشان بيلعب برجله. انا بقول لك انا دي رؤيه مدير الفني. الاثنين ما اقدرش انا ما اقدرش اقول عواد ولا صبحي، الاثنين فعلا حراس مرمى جيدين، وان كان زي ما انت بتقول عواد عنده خبرات برضه في مباراه القمه، ولكن في النهايه برضه دي رؤيه مدير فني، هو ادرى مني ومنك بمين جاهز للمباراه دي ومين هيقدر يادي لي الدور في البلان زي ما قلت لك اهو. بيلعب برجله فهو طالما بيلعب برجله هيادي لي الدور ده. احنا اتكلمنا عن فتوح واتكلمنا عن صبحي، شايف برضه ايه المراكز يا عباس اللي ممكن تحير مستر جوميز في الاختيارات بكره؟ ما انا بقول لك اهو مركز 8 في ناس بتقول انه ممكن يلعب بشحاتة، ادوار دفاعيه قويه جدا، وبرضه نفس الوقت لا حمدي اعتقد ان هو ما ياخدش من بدايه المباراه. حمدي لعيب جاهد جدا. هقول لك على مفارقه مهمه، انا عايز اقول لك بس ان حمدي ممكن يعمل الجزء اللي انت اتكلمت عليه في عبد الله السعيد الربط صح كده، ان هو عنده قدرات دفاعيه وقدرات هجوميه. هقول لك على مفاجاه يمكن دي الكلام ده منذ سنه 2018 كنا كنت معيد عبد اللطيف في فرقه 1997 وكنا بنلعب النادي الاهلي المباراه النهائيه في بطوله الجمهوريه في استاد القاهره، واحنا نادي الزمالك ساعتها كان حدث ولا حرج فتوح ومصطفى محمد وكاماتشو لعيبه جامده جدا، والنادي الاهلي ما كانش فيه عنده الاسماء الرنائي، ولكن كان عنده لعيب في نص الملعب هو اللاعب الوحيد اللي بيلعبنا، هو اخطر لعيب في النادي الاهلي، لعيب مكسر الدنيا وبيستلم وبيربط ويعمل ده كله. اللعيب ده مين؟ هو احمد حمدي. تمنيت ساعتها ان اللعيب ده يبقى موجود في نادي الزمالك، وبتلف الايام وتدور الايام واحمد حمدي بيبقى لعيب الزمالك في نادي الزمالك. احمد حمدي لو في الجاهزيه الفنيه الكامله والبدنيه لا احمد حمدي يلعب برقم 8 احسن رقم 8. وعايز اقول لك ان هو قدم مستوى يعني بصراحه في الشويه اللي لعبهم في مباراه البوسليم طبعا، ولكن انا بقول يعني بشرك ان هو لسه عنده عباس من خلال رؤيتي وخبرتي البسيطه في القصه دي هو لسه مش جاهز بنسبه 100%. لو احمد حمدي جاهز بنسبه 100% يلعب على اي حد ان شاء الله باذن الله. عباس لسه مكملين كلامنا مع حضراتكم، لكن خلونا نطلع لفاصل سريع ونرجع مره ثانيه في اخبارنا.
بنجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين حوارنا الممتع مع كابتن أحمد عباس. يا كابتن أحمد، كنا بنتكلم في تفاصيل ماتش قبل الفاصل، برضو من التفاصيل المهمة أكيد إن كاس مصر لأول مرة بيتلعب في السعودية في أجواء مختلفة، في أجواء جديدة، في كمان زي ما أنت عارف هناك وسامع وشايف طبعا التنظيم والترويج كمان للمباراة دي بصراحة على أفضل ما يكون. الحقيقة أنا عكس ناس كتير قوي بتشوف إن ما كانش ينفع البطولة دي تخرج بره، لا أنا شايف إن البطولة دي مهمة جدا إنها تخرج بره، وده بيبقى ليه مردود مهم قوي وهي قيمة المنتج المصري. صحيح. دايما بنقول إن إحنا إزاي ما عندناش منتج مصري قوي سواء دوري أو كاس، ففكرة تسويق المنتج المصري بشكل كويس قوي إن هو يتلعب بره. وخليني أقول لك مفاجأة كمان، كاس إيطاليا دايما في فترة من الفترات كانت بتلعب في ليبيا، كاس نهائي اسبانيا كان بيتلعب في الامارات. صحيح. فكره ان انا الدول العربيه تبدا تطلب انك تلعب نهائي الكاس بتاعك هناك، فده جاي من ان انت في قيمه فنيه كبيره سواء الاهلي او الزمالك او حتى البطولات المصريه، فانا شايف ان هي نقطه ايجابيه كبيره جدا جدا. وبعدين عايز اقول لك كمان، نادي الزمالك بيتمتع بشعبيه كبيره جدا 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 وعنده روابط مشجعين في كل الوطن العربي. يمكن انت سافرت السعوديه اكتر مره وعارف طبعًا جمهور الزمالك كده، رابطه من اقوى الروابط نادي الزمالك هي الموجوده في السعوديه، وشفنا جمهور الزمالك كمان يا عباس في البطوله العربيه طبعا. احنا كان جمهورنا اكتر من جمهور النصر. ايوه يعني فانا بقول لك ان انت النهارده انت كمان مش غريب عن البلد، مش بالزبط. غريب عن الاجواء، مش غريب عن الملعب. كمان ملعب بيسع ل 25,000 متفرج، فهيبقى مردود الجماهير في الملعب بشكل صحيح. كبير جدا. صحيح. يمكن في كمان مفارقه مهمه قوي، جماهير نادي الزمالك النهارده يقدروا يتابعوا نادي النصر، يعني ده ملعب النصر اصلا، يشوفوا كريستيانو رونالدو موجود عندهم مباراه. ويمكن طلع علينا بعض الناس بتقول ان هم متفائلين لان الزمالك لعب النصر قبل كده وادى بشكل كويس قوي قدامه، وهيلعب على ملعب النصر، فان شاء الله نعمل نتيجه ان شاء الله باذن الله. بس طب حباس، من النقط برضو يعني الغريبه حكم اللقاء. هو عامل كده ليه بس؟ عشان بص في ناس يعني لحد دلوقتي مش برضو في يعني ناس يعني لحد دلوقتي فاكره ان هي فوتوشوب، لكن هو ده حكم على فكره. اولا هو حكم كبير في السن مش صغير، عنده خبرات كبيره، عنده 43 سنه. وهقول مفاجاه للجماهير اللي بتسمعنا دلوقتي، ان الحكم ده اصلا في الاساس حتى سن 34 سنه كان لاعب كره يد، لم يمارس كره القدم نهائي، ولكن بعد 34 سنه دخل كليه التربيه الرياضيه وخد الدراسات التحكيميه، وقدر ان هو يحكم خلال مشواره الكبير 431 مباراه، طلع فيهم 177 كارت اصفر وطلع فيهم 31 كارت احمر. يمكن الحكم ده امله او دايما بيامل بيكتبها على طول ان هو نفسه يحكم في كاس العالم، وما حكمش في كاس العالم قبل كده خالص ولا مره، حتى بطوله كوبا امريكا ما حكمش نهائيات، لان دايما بيبقى البرازيل طرف سواء ربع نهائي او نهائي. طب عباس بيتميز بيه دايما يقول لك الحكم ده عصبي، بص ما تعترضش على الحكم عشان ما تنرفزوش، هو اجريسيف شويه عشان برضو احنا نحظ لعيبتنا بالظبط. يمكن دخل في صدام مع شفنا كلنا كريستيانو رونالدو، صدام كبير المباراه بتاعه الهلال ومباراه النصر، يمكن برضو كان عنده مشكله في بعض المباريات هناك في البرازيل، ولكن هو اللي انا لميته عنه والمعلومات اللي جبتها عنه ان هو حكم اجريسيف جدا جدا جدا، الكارت الاحمر والكارت الاصفر عنده حاضرين بشكل كويس قوي قوي قوي. فانا بشوف ان احنا خلاص احنا خلينا في الشق الفني، ما بقاش في اعتراض على الحكم، وكفايه شكله الراجل هالك يعني. انا بقول لك في ناس فاكره اللي هيقول له لا هو على لا هو ده هو على ده هو بس فيديوهات كمان بالظبط بالظبط. فلا وبعدين هو انا عايز اقول لك على حاجه، هو الحكم بيرسخ مبدا العداله في الملعب دايما ما بخش مباراه انا واهم حاجه بس عباس بالنسبه لنا وبالنسبه لنا حقنا بس لا يدي كل فرقه حقها لكن ما يبقاش في بقى ما يبقاش في تحكيم ما اعتقدش بالظبط. وعايز اقول لك من قوه الحكم ده، انا بقول لك ان هو حكم القمه اللي موجوده في السعوديه، فرقتين كبار النصر والهلال دي واحده من قمم الدوري السعودي والكلاسيكيات، فكون ان هو حكم مباراه زي دي وهو برضه اللي هيحكم قمه نادي الاهلي في الزمالك، فلا هي ان شاء الله تبقى مباراه جيده للحكم، واتمنى ان شاء الله تتختم بفوز نادي الزمالك ان شاء الله. عباس باذن الله ده اللي اكيد كلنا يعني بنتمناه ان شاء الله. احنا كلنا عندنا ثقه في اللعيبه طبعا، كلنا عندنا ثقه في الجهاز الفني ان شاء الله بكره يبقى في يومه في المباراه. طب عباس برضه حاجه من الحاجات المهمه ان بكره برضو يعني هرجع واقول لك يعني مش اول ربع ساعه بس اول حتى يعني خلينا نقول في اول 20-25 دقيقه لازم تبقى السيطره ليك انت طبعا. لازم تبقى الشخصيه بتاعتك انت 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 مدرب وعارف اللي انا نازل انا ببين للفرقه اللي قدامي اللي انا نازل اكسب. شفت التشكيل اللي انا قلته لك اللي لعبت فيه عبد الله سعيد 8 ونص ماهر 10 هو ده ان انا نازل العب بشخصيه نادي الزمالك، ما نزلش قدام الفرقه ايا كان اسم الفرقه دي ابقى خايف ابقى بلعب بالزبط. زون لا اللي هو عباس تحس ان انا ابقى فعل مش رد فعل برافو عليك رد الفعل دي لا وحشه لا انا لازم انا الفعل لازم انا زي ما قلت لك ناصر ماهر ناصر ماهر هيعمل دور مهم قوي هيوقف لي مروان عطيه في حال بدايته للقاء ايوه فيوقف لي مروان عطيه. عبد الله سعيد لو لعب 10 ولعبت بدونجا وشحاته برضه عبد الله سعيد هيوقف لي. لا خد بالك هقول لك على حاجه، النادي الاهلي عامل حساب نادي الزمالك كبير جدا جدا، انت عندك عناصر بعيد عن هم خبرات لا مهاريا كبار جدا حدث ولا حرج، مصطفى شلبي زيزو عبد الله سعيد ناصر ماهي لا لعيبه كبار ولعيبه خبرات ولعيبه عندهم مهارات كبيره جدا جدا. طبعا بس حاجه من الحاجات المهمه قصه السرعات عندك في خط الدفاع، حمزه المسلوسي
تمام كويس، ويمكن عملها قبل كده في ماتش بيراميدز لما رجع وغطى على مايلي. اه بالظبط، وانقذ ساعتها هدف يعني كان محقق لبيراميدز. حسام عبد المجيد مش احسن حاجه في السرعات. طيب دايما المدير الفني لما بيجي يجيب اثنين مساكين ما بيجيبش الاثنين بروفايل واحد. يعني ايه بروفايل واحد؟ واحد طويل العاب نفس طريقه لعب يعني، واحد لا قصير والسرعات عنده اعلى والقدره على قطع الكره. فهو ده مهم قوي التنوع ما بين حسام عبد المجيد وما بين حمزه. يمكن ده اللي انا شايفه واستشفته فكره استبعاد شويه ياسر حمد، وان كان مش جاهز بنسبه 100% ولكن برضه هو نفس بروفايل مين؟ حسام عبد المجيد. بالزبط. فانا محتاج ان انا يبقى عندي بروفايلين مختلفين بادوار مختلفه، واحد الكرات العاليه واحد الالتحامات الارضيه. عايز اقول لك من الحاجات برضه بس اللي مستر جوزيه جوميز يتكلم فيها، اللي قال لك انا استبعدت ياسر حمد عشان ما نفذش تعليماتي. مع انه خد بالك في ماتش ابو سليم بصراحه ظهر بمستوى، بس انت برضو زي ما انت قلت في الاول الاجانب او المدربين شخصيه بيفرق اهم شخصية. حاجه عندهم وخد بالك جوزيه جوميز واحد من المدربين اللي عندهم شخصيه قويه وبرضو اجريسيف في بعض من الاوقات لما بيحس بتسيب. شفنا له فيديوهات كتير قوي الراجل بيتعصب على اللعيبه وعنده شخصيه قويه، وده مهم. صحيح. مهم الفرق الكبيره. لو انت مدير فني 50% فني و50% شخصيه قويه هتنجح. صحيح. لكن لو 100% فني والشخصيه ضعيفه ما بتنجحش، ما بتقدرش تأدي ده. ان شاء الله عباس بكره المدير الفني ينجح واللعيبه تنجح ونحتفل كلنا والجمهور كمان ينجح باذن الله. خلينا مع بعض يا عباس دلوقتي ناخد موضوع حلقتنا النهارده في اخبارنا واللي كان بيتكلم عن وجه رساله دعم للجهاز الفني للزمالك واللاعبين قبل قمه نهائي الكاس. خلينا ناخد رسائل جمهورنا، نبدا من عند عبد الله اياد بيقول يعني مهما كانت النتيجه فاحنا بنشجع فريق ليه اسم كبير، ومهما كانت النتيجه فاحنا هنفضل نشجع نادي واحد الملكي. عبد الرحمن مرزوق طبعا مساء الخير عليك يا عبد الرحمن، بيقول كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانت طيب وكل الزملكاويه وكل الشعب المصري يا رب طيب وبخير. رسالتي للعيبه انهم يلعبوا برجوله واستغلال الفرص، وانهم يكونوا فاهمين بعض في الملعب ويخلقوا جو نفسهم في الملعب بالحماس والاداء الجيد، وان شاء الله البطوله هتكون زملكاويه بيضاء ان شاء الله يا عبد الرحمن. نروح لعمار الباشا، كل سنه طيب يا عمار ورمضان كريم عليك، وبيقول بلاش نبتدي بالدفاع ونكون رد فعل، لازم نضغط ضغط عالي من الاول، وده مش معناه ان نلعب دفاع، بالعكس اضغط وغلط الاهلي واخطف هدف واتنين وريح الماتش، ونخلي بالنا من جناحين الاهلي لو لعب بتاو ورضا رضا سليم بالظبط، وبلاش فاولات عند منطقه الجزاء وبلاش الحماس الزائد، وبالتوفيق لينا ان شاء الله. عمار شكله مدرب. عمار محلل. خالد احمد كل سنه وانت طيب يا خالد، وبيقول يعني رسالتي للجهاز الفني للزمالك انه يضع التشكيل المناسب للمباراه ويجري تغييرات بين اللاعبين اثناء المباراه في وقت مناسب، ورسالتي للاعيب الزمالك انهم يلعبوا بروح معنويه عاليه وبرجوله وحماس وجديه وتركيز واصرار على الفوز وتنفيذ تعليمات المدير الفني واستغلال الفرص امام مرمى المنافس، وكل الدعم والتوفيق ان شاء الله نادي الزمالك، ويفرحونا ان شاء الله بالعوده من السعوديه بكاس مصر، وان شاء الله يا خالد وتحياتنا ليك وكل سنه ويعني وكل الناس طيبه، وان شاء الله باذن الله. يعني عباس اكيد بنشكر كل جمهورنا على طبعاً. يعني رسائلهم على دعمهم دايما المتواصل لنادي الزمالك في كل الاوقات. جمهور نادي الزمالك ذواق جدا ودايما يبقى عنده راي فني مهم. هو ده الاختلاف عباس طبعاً. يعني جمهور الزمالك انت عارف مختلف كل جمهور انتماء وتشجيع ووقوفه جنب ناديه في كل الاوقات بصراحه. يعني عباس انا بشكرك شكرا جزيلا. انا اللي كنت سعيد جدا معاك، والحقيقه يعني الحلقه عدت بسرعه واستمتعت بيها جدا. انت شرفتني ونورتني. وسعيد مع جماهير نادي الزمالك، ورساله بس سريعه للاعيبه نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك في ظهركم، مجلس اداره بيوفر كل حاجه، كلنا بندعم لعيبه نادي الزمالك بشكل كويس قوي، اعملوا اللي عليكم، ادوا في الملعب بشكل كويس قوي، النتيجه دي بتاعت ربنا، ولكن في النهايه لو خرجتوا باداء ومستوى الناس حست ان انت عملت عليك فيه مفيش حد هيزعل ان شاء الله باذن الله. باذن الله نتمنى كل التوفيق. انا بشكرك شكرا جزيلا عباس. شكرا جدا. شكرا ليك. يعني مشاهدينا خلصنا كلامنا النهارده في اخبارنا، يعني كان حوار ممتع مع الكابتن احمد عباس، اتكلم معانا في كل حاجه بتخص الفنيات والتكتيك اللي ان شاء الله باذن الله يعني بكره هيكون مع نادي الزمالك. ان شاء الله باذن الله بنتمنى توفيق نادي الزمالك، ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل اللعيبه بكره تبقى في حالتها يعني كلعيبه وجهاز فني، وان شاء الله يعني جمهور نادي الزمالك بكره يبقى هو كلمه السر، جمهور نادي الزمالك بكره يبقى هو اللاعب رقم واحد مع فريق نادي الزمالك، وتكون الكاس يعني بيضاء بخطين حمر. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، واشوفكم ان شاء الله على الف من خير.